السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأبنائي التلاميذ من المستوى الثاني إعدادي. في الحصة أو في الدرس السابق أعطيتكم رائزا للتقويم التشخيصي الخاص بمادة التربية الإسلامية، ووعدتكم بأننا سنصحح هذا الرائز جماعة، وها أنا آفي بهذا الوعد. إذا دعونا إن شاء الله في هذا الدرس نتعرف على التصحيح لتلك الأسئلة التي طرحناها في الفيديو السابق. إذا نبدأ على بركة الله. إذا بدأناه بوضعية تقويمية. وضعية تقويمية طلبت منكم أن تقرأوها عدة مرات حتى تتمكنوا منها. إذا نبدأ بالسؤال الأول، وسأحاول أن أسرع قليلا حتى لا أخذ من وقتكم الكثير. إذا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال كان يقول: أتمم الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا المطلوب هو أن نذكر التتمة الصحيحة. إذا التتمة الصحيحة هنا هي الحرف، ممتاز، جيم: إن الله عليم خبير. هذا هو الجواب الصحيح. أتمنى أن تكون قد وجدت هذا الجواب. السؤال الذي بعده: أتمم الآية الكريمة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله. الجواب هو، ممتاز، هو جيم: أن الله هو العلي الكبير. نمر إلى السؤال الثالث: ما هي الآية اللاحقة لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم؟ إذا الآية التي تلحق هذه هي قوله تعالى، نعم ممتاز، هي الحرف باء: خالدين فيها وعد الله حقا. السؤال الذي بعده، السؤال الرابع: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد قبل نزول الوحي عليه في أي مكان؟ كان في مكان يسمى ب، حسن جدا، غار حراء، في غار حراء. السؤال الخامس: تعريف الصلاة الفائتة، ماذا نقصد بالصلاة الفائتة؟ هي، جميل جدا، بارك الله فيك، هي الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيها، هذا يسمى فائتة، إذا نمت عنها أو نسيتها. السؤال السادس، السؤال السادس: من تذكر صلاة فائتة ماذا يجب عليه؟ طبيعة الحال عليه أن يعجل بأدائها، أن يسرع ويؤدي هذه الصلاة كما فاتته دون تأخر. السؤال السابع: الاعتقاد بأن الله يراقبك، عندما تؤمن يقينا بأن الله يراقبك وأنت تستعمل وسائل الاتصال الحديث، هذا يجعلك ماذا؟ أحسنت، إذا يجعلك تحسن استعمالها. وعندما نقول تحسن استعمالها، فأنت بطبيعة الحال لا تسرف في استعمالها، أما أن لا تستعملها إطلاقا فليس هذا هو المطلوب. يمكنك أن تستعملها وتستفيد منها، ولكن أن تحسن استعمالها. السؤال الثامن: التوحيد هو إقامة الشعائر التعبدية كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، هل هذا صحيح؟ خطأ، هذا ليس هو معنى التوحيد. التوحيد هو أنك تفرد الله في أسمائه وصفاته، ألوهيته وربوبيته، قد تعرفتم على هذا المعنى. إذا هذا اختيار خاطئ. 9: دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام في الركوع الأخير، تذكر أنت دخلت ووجدت الإمام يصلي صلاة المغرب، المغرب فيها 3 ركعات، الأولى والثانية بالجهر والثالثة بالسر، أنت وجدته في الركوع ديال الركعة الأخيرة، يعني أدركت فقط معه ركعة واحدة، ركعة سرية، إذا بقي لك كم من ركعة؟ ركعتان، كيف تصليهما؟ ممتاز، تصليهما بالجهر، إذا الجواب هو جهرية كلها. سؤال 10: استخلص مقصدا من مقاصد الصلاة، واحد الغاية من غايات الصلاة، هل التنظيم والتخطيط، الابتعاد عن المعاصي، المداومة على الصلاة؟ إذا الصلاة عندها عدة مقاصد، من ذلك وأهم هنا هو الابتعاد عن المعاصي، في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما التنظيم والتخطيط فأيضا هو من الأمور التي نتدرب عليها عندما نحافظ على الصلاة. السؤال 11: استخلص من النص الآتي حقا من حقوق الآباء. حقا، استخلص من النص الآتي حقا من حقوق الأبناء. النص هو: كل مولود مرتهن بعقيقته،
إذن هنا هو ممتاز، هو ذبح العقيقة، ذبح الأضحية، حد الكبش أو كذا، يذبح الإنسان في اليوم السابع. الثاني عشر، اختار الحكم الشرعي المناسب للإيمان باليوم الآخر. إذا الإيمان باليوم الآخر، على المؤمن أن إذن يجب عليه أن يؤمن بذلك، إذن يسمى الحكم هنا هو الوجوب. إذن السؤال الثالث عشر، استخرج القيمة الواردة في هذا النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا القيمة هنا هي ممتاز، هي صلة الرحم. قال عندنا في الحديث يصل رحمه، إذا صلة الرحم. السؤال الرابع عشر، استخرج القيمة الواردة في النص الآتي. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. هل هي البر بالوالدين أم صلة الرحم أم الوفاء؟ أكيد هي بر الوالدين. ما هي القيمة المناسبة لاكتساب الثبات في الدين؟ إذا أردت أن تثبت على دينك عليك أن تتحلى بماذا به؟ ممتاز، بالصبر، أن تصبر، لأنك ستواجه مجموعة من الأمور فعليك أن تصبر. السؤال الذي بعده، ما هو موقفك من مالي؟ رجل يقاطع أقاربه، عنده أعمام وأخوال لا يذهب عندهم نهائيا، هل تتفق معه؟ إذا الصحيح هو لا أتفق معه. ممتاز. السابع عشر، امرأة تفضل أحد أبنائها على الآخرين، هناك من يفعل، كثير من الناس يفعلون ذلك، هل هذا يجوز؟ إذا لا يجوز، إذا لا أتفق، لأن هذا يسبب العداوة بين الإخوة، وكذلك العداوة بين الأبناء وبين آبائهم. الثامن عشر، امرأة أخذت أمها العاجزة إلى دار العجزة، عندها امرأة كبيرة في السن، أم ديالا ذهبت بها إلى دار العجزة لسبب من الأسباب، هل يجوز هذا؟ إذا لا يجوز، لا أتفق، لأن هذا يتنافى مع البر بالوالدين. السؤال التاسع عشر، أذكر كتابة مع الشكل التام الآية التي تؤكد أن الله وكل أن الله وكل بالإنسان ملكين يسجلان أقواله. رأيتم في سورة قاف أن كل إنسان عنده ملكان يراقبان أقواله ويسجلانها. إذن ما هي هذه الآية؟ نعم، قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو كذلك قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذه قبل هذه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ممتاز. سؤال العشرون، لو كنت مع معاوية وانقطع الربط بشبكة الأنترنت، هذا رأيناه في الوضعية، فسألك أن تذكر له نوعا واحدا من أنواع الطهارة، إذا الطهارة أنواع، بماذا ستجيب؟ ممتاز، إذا تذكر له أن الطهارة أنواع، هناك الطهارة المائية، الطهارة الترابية، الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى، الغسل، الوضوء، التيمم، إذا ذكرت نوع واحد فيعتبر جوابك صحيح. أشار معاوية إلى أهمية كلام الله عز وجل في حفظ النفس من الوسواس. المطلوب هنا ذكره بتعريف مختصر للقرآن. إذا هنا عنده الجواب هو مفهوم القرآن الكريم، أولا هو كلام من؟ صحيح، هو كلام الله عز وجل، أنزله على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه متعبد بتلاوته، أنه متواتر، يعني جماعة رووه عن جماعة إلى أن وصل إلينا، أنه معجز، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن الكريم، مبدوء بسورة الفاتحة مختوم بسورة الناس. إذن هذا تعريف مختصر للقرآن الكريم تعرفتم عليه في السنة الماضية. أكتب مضمونا للآية الكريمة في الوضعية. الآية التي في الوضعية هي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا المضمون هنا هو ممتاز، هو أن هذه الآية تشير إلى إحاطة الله تعالى بأحوال الإنسان، أن الله يعلم كل أحوال الإنسان ولا يخفى عليه من ذلك شيء. السؤال 23، استخلص من الآية في الوضعية قيمة من القيم. الآية التي مرت معنا هنا عندنا عدة قيم، منها مثلا الخشية، إذا ما دمت تعلم أن الله لا يخفى عليه شيء إذن عليك أن تخشى الله، كذلك أن تستحضر مراقبة الله عز وجل، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى مخلصا وهكذا. وعبر عن موقفي ممن لا يتحمل مسؤولية رعاية نفسه، مع التالي إنسان لا يتحمل رعاية نفسه، ما هو موقفك من ذلك؟ إذن لا أتفق معه، وكل عبارة هنا لك الحرية، إذن تقول لا أتفق معه أو أخالفه الرأي أو هكذا، كل عبارة تدل على أنك غير متفق معه. التعليل لماذا؟ لأن رعاية النفس هذه من الحقوق الواجبة،
إن الإنسان عليه أن يرعى حقوق نفسه، إن لنفسك عليك حق كما في الحديث. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من تصحيح هذا الرائز. أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من الإجابة الصحيحة على مجموعة من الأسئلة، والأسئلة الأخرى تكون بمثابة معلومات أخرى إضافية إذا لم تكونوا تمكنتم من الإجابة عنها. إذا إن شاء الله في قابل الأيام سنبدأ الدروس، وسيكون عندنا الدرس الأول متعلق بالقرآن الكريم. كل ما عليكم هو متابعة هذه القناة والاشتراك فيها إذا لم تكن مشتركين، ومشاركة هذا الفيديو مع من تعرفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.